معانا كمان احداث كتير جدا على المستوى العالمي. امبارح انتهت مباريات الجوله الثالثه من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا. خلينا نستعرض مع حضراتكم النتائج. دوري ابطال اوروبا الجوله الثالثه، وانتهت اول مباراه بفوز فينورد روتردام ب3-1 على لاتسيو، وبرشلونه فاز ب2-1 على شختار. نيوكاسل بيخسر من بروسيا دورتموند بهدف نظيف، وباريس سان جيرمان بيفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء أمام ميلان. سلتيك بيتعادل بهدفين لأتلتيكو، وسلتيك بهدفين إيجابيين أمام أتلتيكو مدريد. يانج بويز بيخسر بهدف مقابل 3 أهداف لمانشستر سيتي، ورويال بيخسر بهدف مقابل 4 أهداف لبورتو. لايبزيج بيفوز ب3 أهداف مقابل هدف للنجم الأحمر. دي كانت يعني أبرز مباريات الأمس بالنسبة لنتيجة الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا. في أكتر من فريق حقق العلامة الكاملة بعد الفوز ب3 جولات في اللي اتلعبوا من البطولة. بايرن ميونخ حقق العلامة الكاملة، مانشستر سيتي حقق العلامة الكاملة، وبرشلونة وريال مدريد. لكن ريال مدريد تحديدا محقق نتائج مميزة جدا في الفترة الأخيرة، سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإسباني اللي بيتصدره حتى الآن ب25 نقطة.